اموت ولا مواجي. هذا طريق الجنه، طريق امام الحسين سلام الله على الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. من جاي؟ من سلطنه عمان. في استاذ قبل انتظرك؟ من متى؟ من زمان. انا من فارغ الصبر انتظر هذا اليوم. هذا اليوم ان شاء الله الله اذا ما يجي يعطيني مسمو اموت ولا مواجي. هذا طريق الجنه، طريق امام الحسين سلام الله على الحسين. عشق الحسين يعني ما له نهايه. واتمنى طول عمري اكون خادم وموجود لابا عبد الله الحسين، والله ياخذ روحي وامانتي اذا ما اكون موجود. كم سنه تمشي الحسين؟ 12 سنه لله لك الحمد. على هذا الطريق؟ بهذا الطريق. مستمر؟ مستمر باذن الله. وحدك لو مجموعه؟ معاي مجموعه، لكن انا ناذر سنيني انه لازم اكون موجود كل سنه مشاي وخادم لابا عبد الله الحسين. سبب؟ انت اليوم اشوفك متحمس، شنو السبب؟ عشق، عشق رباني سبحان الله. يعني انا اتمنى يعني ما يستوي لي شيء الا اكون في هذا اليوم وموجود هذا اليوم. اثناء المسير، اثناء المسير انت وتمشي للحسين سلام الله ويخطر في بالك كانما تتصور الامام الحسين امامك سلام الله عليه وصاحب الزمان عجز على فرجه شيف يظل لهذه سلام المسيره الله عليه. ما هي مشاعرك؟ مشاعر لا توصف، مشاعر لا توصف، مشاعر عشق وحب ولاء وكل شيء يهون لابا عبد الله الحسين. يعني عشق يعني الحمد لله رب العالمين. انا يعني ما محتاج الا محتاج اكون موجود لابا عبد الله الحسين طول حياتي. طلبين اطلب منك؟ تفضل، عيونك اطلب. استمع عيونك يا حبيبي. اول طلب خلدناك دعاء وزياره انا وجميع الكادر. وانتم من اهل الدعاء والزياره بكل خطوه بكل عمل بكل شيء انتم معاي ان شاء الله. والطلب الثاني سلامي منا الى سلطنه عمان. سلام سلام خاص ان شاء الله من عيوني لسلطنه عمان وشعب عمان. الله يسلمك، شكرا جزيلا، الله يحفظكم ان شاء الله.